بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبائي المشاهدية الكرام، معكم النهاردة حلقة جديدة من مطبخ رئيسة. معايا الشيف هدير، هدير ما شاء الله عليها، يعني ربنا يخليك يا رب. هدير ياسر هتعمل لكم النهاردة صنفين، الصنفين كل الشعب المصري بيحبهم، كباب الحلة، وهتعمل صنف بسكوت صراحة طعمه روعة، أنا دقته قبل الهوى، طعمه تحفة إن شاء الله. يعني الشيف هدير طبعا عندها قناة على اليوتيوب اسمها مملكة هدير، موجودة على الشاشة، موجودة على الشاشة اسم القناة، القناة مملكة هدير. طبعا النهاردة هتعمل لكم الصنفين، طبعا هتشرحوا المقادير، هتنزل إن شاء الله على الشاشة دلوقتي. هنبدأ بقى. شيف هدير اتفضلي، هدير ياسر اتفضلي. أول حاجة طبعا هحط انا اسمي هديل ياسر، وعندي قناه على اليوتيوب، دي الصوره بتاعتها. وان شاء الله النهارده هعمل معاكم كباب الحله، وهنشرح البسكوت اللي هو الثلاث مكونات بطريقه سهله جدا، وطعمه هيكون حلو وهيعجبكم ان شاء الله وهتجربوه. انا والله دقته قبل الهوا، طعمه تحفه ما شاء الله والله، طعمه ان شاء الله. اول حاجه انا عندي هنا الحله، حطيت فيها معلقه زيت زبده، وعندي هنا مكعب زبده، بس هيسيحوا كده. وبعد كده بحط اللحمه اللي عندي، شوح اللحمه، بتاخد صدمه طبعا. يا ريت كل المشاهدين يتابعوا قناه اليوتيوب مملكه هديل، وان شاء الله يعني هتلاقوا فيها كل جديد باذن الله. وعلى الفيسبوك برضو عندي الصفحه اسمها مملكه هديل. معلش بس يا ريت المقادير تكون على الشاشه، مقادير كباب الحلة. بس قطعة الزبدة بس هتسيح لان النار واطية، بس شوفي النار الشديدة عندك الأسرع. طب مش هنقلها هنا في النار العالية. طبعا عاملة صنف سلطة خضراء، السلطة الشعبية، كل الشعب المصري برضو بيحبها، مع طبعا العيش الشامي. ان شاء الله تتبسطوا من الحلقة بإذن الله ان شاء الله. هنا بس بدي للحمه لون وبديها صدمه، هي بتغير لونها. شوفوا البوتاجاز شغال ولا فاصل؟ البوتاجاز بس عليه، بس هتركت الميه، ممكن تزودي هنا ميه. ماشي مش حطي، بس عايز اعلي دي، تعلي البوتاجاز. بس النار واطيه بس اما الزبده تسيح. ماشي، حاسه البوتاجاز مش شغال، انا ولا حاسه مش شغال. شغال. طب ارفعي الحله كده شوفي البوتاجاز. ايوه النار واطيه بس شويه، عايزه تعلى. المقادير كباب الحله على الهوا. البوتاجاز يا جماعه معلش ثواني، مقادير كباب الحلة على الهواء، نص كيلو لحمة بتلو، ثلاثة فلفل ألوان، ثلاث بصلات، ثلاث طماطم، واحد شطة حار، واحد ملعقة ملح، مكعب مرقة دجاج، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة كزبرة صغيرة ناشفة، مكعب سمن بلدي، معلقة زيت 2 فص ثوم، معلقة صغيرة كمون، معلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه كاتشب. معلقه كاتشب دي التست النهائي يعني عشان تدي له شكل. طبعا هنا طبعا عامله جنب ال هنا طبعا جنب عامله جنب الرز الابيض، رز ابيض، وطبعا في عيش اللي عايز ياكل جنبها رز ابيض بياكل، او ياكل بالرز يا اما عيش. بس نور واطيه لسه، نور واطيه. هنزل بالتوابل اللي عندي. هي حطت اللحمه مكعبات، متقطعه مكعبات، مع الزبده والزيت، تاخد صدمه. بعد كده ضفت التوابل، وبنزل بقى بالبصل. بعد كده البصل مش تستنيها تاخد صدمه كده الاول؟ ايوه ما اخدت لون. هي اخدت لون وتشوحت، وبعد كده نزلت بالتوابل والفلفل والبصل اللي عندي.
والرز الابيض نشوفه كده استوى ولا لسه. هاتي كده الطماطم، الميه، تحط الطماطم او معلقه الكاتشب برضو. طبعا الرز الابيض هي غسلت الرز، الرز الابيض الكل عارفه اللي نغسل الرز وبعد كده الزيت وسمنه زبده وكعب زبده والتوابل الملح. اه كده بقى انا بسيبها ان هي تتشوح مع بعضها في البصل والفلفل والطماطم. بتجهز يا جماعه عايز تظبط او بتجهز عايز تظبط يا جماعه. وبعد كده بقى لما بتتشوح وتاخد كده لون مع الحاجات اللي انا حطيتها دي، بعد كده بقى بنزل بالميه وبسيبها ان هي تستوى. بس كده انا هسيبها ان هي تتشوح كده تستوي. بعد كده هات حط الرز او الرز لسه بس هيكمل سواه. لا استوى على ما استوى على ما يعني شوف كده على ما اللحمه بس تستوى هنغرف. معاكم المقادير على الشاشه مره ثانيه. يا ريت مقادير البسكوت. لا لا فاصل قصاد كل مقادير على الشاشه. وفي مقادير البسكوت يا ريت تنزل على الشاشه برضو مقادير البسكوت. ثواني هو البسكوت بنعمله بنحط الكوبايتين ونص دقيق عليهم كوبايه الزيت ونص الكوبايه سكر البودر وبعد كده بعجنهم كويس لحد ما العجينه تبقى معايا طريه ما هيش جامده قوي ولا طريه برضو يعني في الوسط كده. وبعد كده بشكلها وعندي صينيه بيكون فيها ورق زبده بدهنها نقطه زيت وبعد كده بشكلها وبالشوكه بقى بشكلها اي شكل. انا بس عملته معاكم يعني قبل الهوا عشان دلوقتي ما كانش فيه يعني وقت فعملته وقدمته. ان شاء الله تلاقوا الطريقه بتاعتي برضو عندي على القناه على قناه مملكه هديل. معلش يا شيف هديل ممكن تقولي طريقه البسكوت تاني عشان انا نفسي قولي معلش طريقه البسكوت تاني. بنحط كوبايتين ونص دقيق عليهم كوبايه زيت. المقادير على الشاشه موجوده. ونص كوب سكر بودر وبعد كده بعجنهم مع بعض وبس وبشكلها بقى احطه في الصينيه مع واحطه في الفرن بقى ياخد وش من فوق ومن تحت واستوى. بس خدوا بالكم عشان هو لما بيطلع من الفرن بينشف تمام بيتحط في يعني ما يطلع من ما يعني برضو ياخدوا بالهم ان هو يطلع من الفرن بينشف يعني ما ي... يعني بيجمد يتحط في لا هم لما يطلعوه من الفرن يطلعوه مثلا ايه طري حبه صغيرين كده عشان بينشف بره الفرن لسه عشان ما ينشفش قوي ويبقى يعني جامد. قصدك يبقى نص سوا قصدك مش نص سوا يعني بس يبقى طري بس عشان لسه بينشف بعد الفرن تمام. بعد كده بيتشكل بالشوكولاته بيكون بقى عندي شوكولاته مسيحاها وبعد كده بحط عندي بقى فرماسيل عندي جوز الهند بتشكلوه بقى زي ما انتم عايزين. بالنسبه مثلا للبسكوت اللي بالكاكاو بتاخدوا حته مثلا تحطوا عليها ايه كاكاو وتقلبوها عادي بس. وطبعا المقادير عندكم على الشاشه اهي وان شاء الله معاكم رقم تليفون الشيف هديل على الشاشه. ده رقم القناه اللي عايز يتواصل في اي حاجه. وبالنسبه للقناه بتاعت اسمها مملكه هديل والصوره بتاعتكم طبعا انا نزلتها لكم. ان شاء الله تشرفوني في القناه ويعجبكم الوصفات اللي انا بنزلها وهنزل لكم برده طريقه البسكوت عليها وتشرفوني ان شاء الله. طبعا في يا جماعه ارقام تليفونات على الشاشه تخص الشيف هديل وفي ارقام تليفونات تخصني انا للي حابب يظهر على البرنامج. ارقام التليفونات موجوده وعليها واتس يعني الارقام موجوده عليها الواتس. اللي حابب يظهر في البرنامج يا مرحب يشرفني. هيكون التواصل عن طريق ارقام التليفونات الموجوده على الشاشه حاليا. اثنين الارقام موجود عليهم واتس اللي حابب يظهر في برنامج مطبخ رئيسه. برضو شيف هديل عندها القناه يا ريت تتابعوها ان شاء الله باذن الله واعمل لكم وصفات تعجبكم ان شاء الله. طبعا بقى انا عملت جنبه طبق سلطه كده سلطه الخضراء الشعبيه بتاعتنا العاديه دي اللي حطت البصل. ايوه فاحنا كده يعني احنا حاليا مستنيين بس الاكل يستوي. طبعا هي خلصت كله يعني كده بس هنجيب بس يستوي. الرز هات الرز والرز يعني. بس هقلبه شوفي كده اهو
على ما اعتقد ده استوى على ما اظن يعني. هو الرز خلاص ان هو استوى هنعرفه، نشوف بس اللحمه. هي اللحمه كده ايه اتشوحت اهي. بدأ ماشي كويس. الكاميرا بس على اللحمه بس عشان ايه ما هو بصور استاذ عزب اهي. ما شاء الله ريحتها حلوه جدا. ان الرز استوى هنبدا. الرز استوى هنغرفه كيلو. بس ايه كاتل الميه بس هي فيها ميه هذي. هزودها بس شويه عشان يبقى فيها صوص كده. وبعد كده هقلبها هنبدا ان واسيبها ان هي تكمل سواها. هتفضل على النار الى ما يعني يكتمل السوى. بعد كده يعني هيكون الغرف اللي نغرف بقى الرز. هاتي بقى ماشي الرز ده هنبدا احنا ايه الرز خلاص بدا يستوي. ايوه استوى اساسا. هتحطي بس هنا طبعا الرز شيف هديل يا ريت تقولي على الطريقه. الرز الابيض طبعا الرز المصري اللي كلنا عارفينه. رز بلدي. انا غسلاه عادي خالص. وطبعا حطيت بقى ملح وزيت وسمنه وبس. ولما بقى بينشف الميه من عليه كده وخلاص بتوطي بقى الميه بتوطي سوري بتوطي النار لحد ما يستوي خالص. توابل والزبده و لا بحطش توابل. هو رز ابيض عادي. طب الملح حطيت الملح. الملح حطيت ملح والزيت. ملح ابيض عادي. ملح ابيض والزيت والسمنه. طب لو احنا حبينا نحط بودره زعفران عادي ممكن. تدي له طعم وتدي له لون كمان. الكاري برضو. ولو انتوا حابين برضو تعملوا برز بسمتي بس يعني الرز الابيض بيكون حلو جنب كباب الحله. اكيد طبعا. وطبعا عايزين بقى تاكلوا جنبه عيش اللي انتوا حابينه. يا عامله حسابها جايبه العيش اصلا. لا انا مش شايفه اللي من نصيب الاكل يعني. بس انا يعني ايه بحب في الرز الابيض لا خلاص يكون عليه بودره زعفران وكاري يديله طعم بيديله لون او بيديله طعم. بس انت اللي حابب نسيتي ولا انت مش حابه؟ لا انا مش حابه انه يكون لونه. انا حابه انه يكون ابيض كده. وفي ناس ما بتحبش بودره الزعفران برضه خدي بالك يعني. لا هو بس انا حبيت انه يكون لونه ابيض كده احسن. في ناس كتير ما بتحبش بودره الزعفران والكاري يعني. واللي حابب برضو ان هو يكون برز بسمتي ما فيش مشكله. ده على حسب راحتكم انتوا وعلى حسب اختياركم كده. خلاص الرز خلاص كده ماشي. بس هو بس في حتت كده ناقصه كده عشان ايه كده بس كده خلاص. هنغطيه وهنشيله بقى من على النار. احنا كده في الفينش النهائي. ايوه كده خلاص. لا ما تحطوش ما تنساش. اقلبي بقى اقلبي كده الحله. تمام ماشي كده ما شاء الله بدات ان هي تغلي ايه. زي ما قلت لكم ارقام التليفونات. دي لحمه بتلو ما بتغيبش في السوى. مثلا عندكم عزومه بقى عايزين حاجه تستوى بسرعه دي مش بتغيب. اللي حابب يظهر في برنامج مطبخ رئيسه ارقام التليفونات موجوده على الشاشه اهي. للي حابب يظهر في البرنامج طبعا يشرفني على عينه وعلى راسي. هنا هنحط كباب حله طبعا. ايوه كباب الحله هنا او هنحط هنا كمان بس اما تستوى بس كم سواها. في طماطم اهي ماشي. استني 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 ثانيه بس كده. طبعا احنا منتظرين كباب الحله بس يكمل السوى وهنحط جزء من هنا كباب الحله في الجزء ده. وهنا هنحط كباب الحله وهنحط في الجزء ده. هاتي دول بقى هنا نحطه برضو عشان يبان. ايوه بس كده. طبعا والبسكوت ده طريقته سهله جدا ويعني ما بياخدش وقت. عامل زي الغريبه طعم الغريبه كده. يعني بصراحه جميل جدا وهيعجب اولادكم. وما بياخدش وقت خالص. وحتى مكوناته موجوده في كل بيت يعني مش بيكلفك. الغريبه دايب كده زي الغريبه. بيدوب كده زي الغريبه وطعمه حلو جدا. وزي ما قلت لكم بقى عاوزين مثلا تشكلوه تحطوا له مثلا معلقه كاكاو ما فيش اي مشكله. بتاخدوا نص الكميه بتاعه البسكوت بتحطوا عليها معلقه كاكاو وتعجنوها وبعد كده بقى بتشكلوها زي ما انتوا عايزين. شوكولاته الشيف هديل مشكلاها بالفارماسيل او جوز الهند وشوكولاته. عايزين نحط بقى شوكولاته بيضه بيضه ممكن ما فيش مشكله.
اللي انتوا حابينه. على الكباب الحله نشوف. طبعا كباب الحله المفروض انه يعني الميه ما تبقاش فيه اساسا. لا انا بحط له شويه ميه بعد ما عشان تتشوه. اللي بيحب عشان الصوص كده بيكون حلو، بس طبعا كل ما بيستوى كل ما الصوص ده بيتقل وبيبقى لونه كده اكيد احلى اي بني بيكون حلو. ممكن تحطوا معلقه صلصه مثلا اضافه او معلقه كاتشب اللي انتوا عايزينه يعني او متوفر عندكم. انا بحط له معلقه ثوم وبحط له صلصه على فكره وثوم بتدي له طعم أيوة مختلف. ايوه انا حطيت كاتشب بدل الصلصه يعني بدل لو انتوا حابين ده او ده ما فيش اي مشكله. انا يعني انا طبيعتي بحط له معلقه الصلصه مع معلقه الثوم في التشويحه بتدي له طعم مختلف. أيوة بس برضو ايه وفي طريقه ثانيه طريقه يعني في طريقه ثانيه يعني انا عملت دي سريعه. في طريقه ثانيه للكباب الحله انا بجيب الخضار اللي هو البصل والطماطم والفلفل بتبلهم الاول مع التوابل كده لوحدهم، وفي الحله بنزل بمعلقه الزيت ومكعب السمنه يتشوحوا كده مع اللحمه وتاخد لون يعني تغير لونها. وبعد كده الحاجه اللي متبله عندي بس ربع ساعه تتبل وبنزل فوق اللحمه برضو. دي طريقه تانية بس انا النهارده عشان الوقت طبعا انا حطيتها معاكم زي ما انتم شفتوها كده. حطيت معلقه الزبده سوري معلقه الزيت ومكعب الزبده ونزلت باللحمه وشوحتها لحد ما اخدت لون، وبعد كده نزلت بالبصل والفلفل والطماطم والتوابل اللي عندي لحد ما اتشوحت كده وتشم الريحه الجميله دي. بعد كده بتنزلوا بقى ايه بالميه السخنه، تكون عندكم ميه سخنه تنزلوا بيها. معانا اتصال تليفوني، معانا اتصال تليفوني وانا عارفه مين معاكي. هي مفاجاه امبارح بس كانت محلفاني ما اقولش يعني، هي كانت محلفاني ما اقولش هعملها ليكي مفاجاه. استاذه منى معايا، السلام عليكم. الو صوت الو ايوه استاذه منى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اخبارك؟ عاوز اقول كلمه للشيف هديل. هي معاك ايه حبيبتي؟ والله عاملها ليكي مفاجاه. عاوز اقول لها ان انا بحبها قوي والله، ووصل انها تبقى اكبر شيف في الدنيا ان شاء الله، وبارك لها على النجاح ده، وبقول لها ربنا يديمها ليا ويخليها ليا. ربنا يخليك منها ابدا ابدا. ربنا يخليك. انا كنت عندي على وعدي معاكي قلت لك مش هقول. مفاجاه حلوه طبعا. موصياني من امبارح ما اقولش، قلت لها حاضر مش هقول والله. شكرا ليكي، ربنا يكرمك يا رب يا حبيبتي، ما تتحرمش منك. شكرا ليكي يا استاذه منى، شكرا شكرا جزيلا ليكي. نشوف الكباب كده. طيب ماشي معانا كده، هي بس بتغلي والصوص بس بيتقل. طب لازم طبعا ايه يعني الميه تبقى قليله؟ ماشي، ما هي لسه لا هي كده تمام بس هي لسه بتغلي بس على ما تغلي هي كل ما بقول لك كل ما بتتقل يعني كل ما بتغلي في السوا بتتقل، بس بتتقل والصوص ده يتقل ويبقى لونه بني كده حلو. تمام، وان شاء الله بس هتستوى ونقدم معاكم بقيه الاطباق. في رقم تليفون البرنامج اللي هو تبع القناه المفروض اللي الاتصال بيكون عليه، وحاليا موجوده ارقام تليفوناتنا احنا على الشاشه يعني اللي حاب يتواصل اللي حاب مع الشيف هديل او معايا انا. وطبعا انا يعني حابه اشكر كل اللي بيدعموني، وطبعا اولهم جوزي ربنا يخلوه لي ويرجعه لي بالف سلامه يا رب. ربنا يجيبه دايما بيدعمني وعشان اوصل لنا الحلم اللي انا بتمناه. اكيد شايفك على الهواء، اكيد شايفك أكيد دلوقتي طبعا. وماما واخواتي طبعا ربنا يخليهم لي، دعوه ماما طبعا يعني سبب في اللي انا وصلت له هي وبابا ربنا يخليهم لي يا رب، ووالده زوجي ووالده ربنا يخليهم لي طبعا. هم بيدعموني دايما وبيدعوا لي ما تحرمش منهم ابدا، وان شاء الله بدعمكم ده اوصل للي انا بتمناه، وان شاء الله كل اللي بيحبوني انا بشكرهم. وبتمنى كل اللي بيشاهدونا دلوقتي ينوروني في القناه. ودي الصوره اهي، دي صوره القناه، ان شاء الله تنوروني. مملكه هديل على اليوتيوب وعلى الفيسبوك برضو. ان شاء الله اعمل لكم وصفات دايما تعجبكم ان شاء الله. نشوف الكباب على تمام. ماشي ثواني. وبرده رقم التليفون بتاعك عندك واتس باين؟ ايوه هو الرقم بتاع القناه اللي حابب يتواصل عليه في حاجه تخص القناه يعني ان شاء الله. وقت الهواء. بصي هناخد هنصفي ثواني انا هعمله لك. ماشي ثانية. لا ثواني في مغرفه اهي. خد هاتي وقت الهواء خلاص. طبعا المفروض ان هياخد وقت شويه كده، فاحنا وقتنا ضيق معلش، فاحنا هنضطر ان احنا هو بس كل ما بيغيب كل ما الصوص بيتقل واللون بتاعه بيكون حلو. بس عشان وقت الهواء معلش احنا وقتنا ضيق. هنجيب الطبق الاول، طبق الرز مع كباب الحله. ماشي هاتي ده. الطبق الثاني
طبعا طبعا زي ما قلت لكم بقى عندكم هنا العيش ممكن تقدموه مع العيش، اللي حابب ياكله بالرز ممكن يعمل رز، وممكن كمان ان هو يعمل رز بسمتي لو هو حابب اي بقى نوع رز انتوا عايزينه، بس معروف ان الرز الابيض بيكون حلو يعني مع الكباب الحله وكده. ممكن على فكره تستبدلوا كباب الحله اللي هو باللحمه، ممكن تعملوه بالفراخ برده بنفس الطريقه على حسب راحتكم اللي انتوا تحبوه. انا عندي تنويه اخير، ارقام تليفوناتي موجوده على الشاشه، اللي حابب يظهر على برنامج مطبخ رئيسه الارقام موجوده، الارقام موجوده على الشاشه. يشرفني اللي حابب يظهر معايا ارقام التليفونات. لا يعني يكون واضح. طيب كده واضح، هم طالبين كده على الهواء يكون كده تمام. ماشي. وده البسكوت معلش بقى بس عشان وقت الهوا انا ما قدرتش ان انا اعمله، عملته جاهز قبل الهوا وجبت شرحت لكم الطريقه مرتين، والمقادير برده هنزلها لكم مره تانية على الشاشه ان شاء الله، مقادير اللحمه ومقادير البسكوت. طبعا حلقه النهارده يا رب تكون نالت اعجابكم، وتكون هي حلقه خفيفه والاكل فيها والله حلو، والريحه بسم الله ما شاء الله الواحد بألف هنا اللي هياكل ان شاء الله، بألف هنا وشفا للي هياكل. طبعا شرفتوني ونورتوني، ارقام تليفوناتي موجوده على الشاشه اللي حابب يظهر على المطبخ رئيسه. شفا دي الارقام تليفوناتها موجوده عندها الصفحه بتاعتها، يا ريت يا ريت تزوروها ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. وكنت معاكم حلقه خفيفه، يا رب تكون خفيفه عليكم يا رب. وشكرا جزيلا ليكم، وان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي باذن الله عندي حلقه مع الشيف محمد علي شلتوت، يا ريت تتابعوني ان شاء الله الثلاث اللي جاي ان شاء الله الساعه 1 الظهر. وشكرا جزيلا ليكم، وهستناكم ان شاء الله تعليقاتكم على الحلقه على الواتس وعلى الفيس ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم، وشكرا جزيلا ليكم، وهنتقابل الثلاث اللي جاي مع الشيف محمد علي شلتوت ان شاء الله. شكرا جزيلا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.